مثل يوم الشهر الماضي أعلنت الولايات المتحدة عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي. هذا الإعلان جاء بمثابة صفعة قوية للتنظيم الإرهابي، واليوم تلقى التنظيم صفعة جديدة لكن هذه المرة من نوع آخر، فهي صفعة رقمية استهدفت مواقعه الاجتماعية ومنصاته على الإنترنت واللي بتقوم ببث دعايات بتمجد عملياته الإرهابية. جهاز شرطة الاتحاد الأوروبي المعروف باليوروبول قال إنه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر أوقف 26 ألف مادة مرتبطة بتنظيم داعش. هذه المواد الموقوفة كانت عبارة عن تسجيلات فيديو وحسابات مواقع تواصل اجتماعي خاصة كان أنشأها داعش لترويج أفكاره. اليوروبول كمان قال إنه عمل مع 9 من أكبر منصات الإنترنت للتصدي لعمليات داعش، من بين هذه المنصات جوجل وتويتر وإنستغرام وتليجرام. وبالمناسبة لتوضيح الفكرة، فتنظيم داعش كان بيعتمد في تنفيذ عملياته الإرهابية على فتاوى وتعليمات لقيادته. هذه التعليمات القيادية كانوا بيتلقوها الأعضاء وبيتداولوها فيما بينهم عبر أدوات اتصالية مشفرة وجروبات بتشبه الغرف المغلقة على برنامج تليجرام. والسبب في اختيار داعش لتطبيق التليجرام هو أن التطبيق بيملك خاصية التدمير الذاتي، وهي خاصية بتمسح الرسائل خلال ثواني بيحددها الشخص نفسه، إلى جانب الخصوصية الشديدة في المراسلات. كل ما سبق صعب من تتبع مكالمات ومحادثات أعضاء التنظيم فيما بينهم، وهو الأمر اللي أكدت عليه النيابة العامة البلجيكية اللي أعلنت عن شن الشرطة البلجيكية هجوما إلكترونيا على مستوى العالم ضد وكالة أعماق التابعة لداعش، ورغم عدم تقديم النيابة البلجيكية لأي تفاصيل محددة عن المواقع والحسابات المستهدفة، إلا أنها أشارت إلى أنه إعادة بناء داعش لعملياته الرقمية حيتطلب بجهد كبير، وذلك نظرا لعدم توقعه لهذا الهجوم.